الاستثمار. ثم احنا بالطبيعة معنا نأسوا لأن نأسوا لأن ماذا بينا ونجدوا زملائنا معنا لسلامتهم أولا صحية، أن ثم العديد وسائل من النضال لهم الحق في أن يناضلوا وأن يطلبوا ما يشاءوا كذا، لكن معنا السلامة الجسدية للبشر بصفة عامة والنوابة مسألة معناها بالنسبة لنا احنا مقدسة وأولوية، ولذلك أنا من هنا نشدهم. وإذا اعتبروا يا سيدي أن البيان يلتقي معهم ويعزي مطلبهم فلهم ذلك يا سيدي، فليرفعوا هالاعتصام هذايا ونعودوا معناه في نطاق ما يسمح لنا به الدستور، ما يسمح لنا، وهو مجال واسع جدا للنظام. لكن لكن البيان هذايا اللي خرجتوه من ميزاته الأساسية هنو أنه رجع تحيا تونس في الصورة، لأنه في المدة اللي فاتت الكل تقريبا مش موجودين. والله شنو السبب؟ فينا بسبب الكورونا، بسبب رمضان، أم لأسباب أخرى؟ هو كنت اجتماع الكورونا مع رمضان تكون سبب وجهي فهمني، كنت اجتماع الكورونا برمضان، لكن لا مش هذا يا برك. هو ما قلنا احنا قضية عندنا أولويات، بالنسبة لنا أنا أولويات، وبالنسبة لنا احنا ما تعرف لا احنا موجودين في الحكم بأي شكل وأي حجم كامل، أن علينا باش ناخذ الأمر هذا بعين الاعتبار في كل المسائل. وأحنا أرينا لمنسوب التوتر صد بشكل غير معقول، وأيضا خرج على نطاق، وإحنا شفنا عودة الخطاب التكفيري، أنا بشكل شفنا الاستفزازات اللي قاعد تقوم بها بعض مسؤولين اللي ما يحترموش مسؤولياتهم، أنا في إحداث أمور اللي باش يزيدوا يعمقوا بها الانقسام داخل الشعب التونسي، ما عملوا رئيس بلد الكرم وبلدية أخرى تجهز لذلك. أحنا أرينا أن الوقت غير مناسب باش نزيدوا نساعدوا الموقف، معناها رينا مش من صالح البلاد. التعبير عن مواقف مبدئيه في بيانات مثلا تصعيد مواقف، لا هو راه المواقف المبدئيه ما قلتنا ثم اولويات، راه مش في السياسه حتى الاولويات، احنا راه ما احناش منبر حوار باش نشدوا ونعملوا ليسته في المواقف المبدئيه، احنا موكول علينا الكتله وغيرنا، احنا ممكن علينا اشغال أشغال معينة وقوانين معينة، وثم أولويات معينة ضمان الحد الأدنى الاجتماعي في ظل الوضع هذا المتردي جدا. أولا المعركة مع الكورونا إلا هي معناها أولوية الأولويات، والحمد لله ثم تقدم إن شاء الله يتواصل هذا التقدم. فابني هذه أولوياتنا اليوم، احنا ربما أولوياتنا غير شعبية جدا بالمعنى الشعبوي بالمعنى الشعبوي أنا ندخلوا في الحفل انت العرق والمعروك والجدل القائم والعودة، وأنا أرجع بشكل ما هي أولوياتكم سيد نصف بن أحمد في حزب تحيا تونس؟ أنا نتخطاو أزمة الكورونا، أولويات شعب تونسي الكل هذه، احنا نساهموا من هذه الأولوية. لا ما قلناش كيفاش تساهموا في البرلمان، نساهموا على الساحة السياسية وفي البرلمان كيفاش في البرلمان قاعدين في الحكومة كيفاش قاعدين نقوموا بالمواكبة للإجراءات عن فعل الحكومة، قاعدين نثيروا في انتباه الحكومة وباتصال يومي معها على مقاومة الاحتكار، على نقص وسائل الوقاية، فدني على مسألة المستشفيات على الأمور الاجتماعية الدقيقة والدقيقة جدا. بتعملوا بصمت انتوما قاعدين تخدموا بسكيت اللي خلى البعض يقول وينهم، يعني أين الدور الطلائعي التقدمي لكتلة تحيا تونس؟ اليوم في المجلس فما عركة، فما مزايدة في النضال على مفهوم السيادة الوطنية، شكون يناضل أكثر؟ معناها كنا ننتظر أن بعض الكتل تكون منخرطة في الأول، مبدأ ما غير ظرفي ومبدأ قار، لكن مفهوم السيادة الوطنية هذا مفهوم عام. احنا كي ناخذ التفاصيل اليوم وصل الأمر لدرجة أنه معناها ثم تدخل واضح وصريح، وتدخل في الصلاحيات واضح وصريح من طرف رئيس المجلس، ما ترددناش، كنا من الأوائل باش نعطيك، إلا احنا حرصنا على أن يكون عندنا موقف، لأن تخطينا الأمر من التخمينات من كذا، الأمور معناها واضحة وملموسة، إلى أمور واضحة وملموسة واللي عندها انعكاس مباشر على الأمن القومي التونسي. الانتباع اللي عندنا مصطفى هو أنه تحيا تونس الدينامو متاحها كان أمينها العام،
سليم عزابي كيمشي هو للحكومه، دخل للحكومه ورئيس الحزب رجع للحزب. رئيس الحزب ما ظهرش بنفس الديناميزم اللي كان عند الامين العام. ربما هذا الانطباع اللي عندنا اليوم. ايوا هاي انا معقول نجاوب عليه. هذا هو انت تعرف لما قررت مسكر على حزبيه غير مسموح بالاجتماعات المباشره. قاعدين نقوموا بالفيديو كونفرنس مع صعوبة استعمال هذايا في نطاق مثلا واسع المجلس الوطني ولا اس اس ام، اما قاعدين نقوموا باجتماعات دورية تحت اشراف من بين الكتلة وسيد رئيس الحزب ونتابعوا ونواكبوا معناها بصفة معناها حينية لكل المسائل ونناقشوا في كل المسائل، وحتى واحد ما ياخذ معناها مبادره وحده حتى الموقف الاخير وقع نقاش مستفيض فيه فبني. وانه الا معطلنا هي انه الناس كلها اليوم انه معناها مع امكانيه العمل بالاشكال هذه على البعد ما تلائمش مع طبيعه العمل الحزبي. اما هذايا ما يمنعش الا قواعدنا واطاراتنا الجهويه قاعده تنشط معناها بشكل يومي وبشكل مستمر وبالتزام كامل في جميع الحقول، الحق الاجتماعي فهمني والحق الصحي. يعني الحزب في صحه جيده سياسيا؟ لا ما نقولش في صحه ولا شيء، تونس كامله مريضه والوضع مريض. اي فماش وضع حزبي في صحه جيده، الوضع صحي. تحيا تونس. لا نحكي على الكل. لا نحكي على تحيا تونس. لا الحزب مازال في طور انه عطلتنا شويه الكورونا، عطلتنا الاوضاع هذه. يعني عندنا زوج مسائل هامه مطروحه علينا، هي مساله التقييم. ما فماش اختلاف الرؤى داخل الحزب؟ طبيعي معناها واذا كان تنتهي بين القيادات نهار تنتهي الاختلاف ينتهي الحزب. هذا مبدا عام، حتى حركه النهضه يقوله الناس. ايوه هذاك هو بالفعل. معناها حتى حركه النهضه هذا حتى ايجابي. هو نهار قلنا شفما ماذا يحدث داخل الحزب؟ خلافات عادية كبيرة يعني حول مسائل. حول ماذا؟ حول مسائل يومية عملنا ما حول الأمور الجوهرية والمبدئية، حول القضايا الجوهرية المبدئية ما عندناش خلافات. لحد اللحظة مش معناها ما يمكن ما تطرحش الآن. لحد الآن عندنا المشكل في في الفونكسيونمون. احنا سمعنا انه فما مشكل بين رئيس الحزب والامين العام. هذاك اسالوا الرئيس والامين العام. انا منش شاهد. وانت كرئيس رئيس كتله ما تعرفوش. ما عنديش خلافات مع حد. ولذا الامين العام واحد توجهوا ليهم كل واحد مباشره. في الحزب كل واحد نسالوه على روحه لانه هذه علاقات شخصيه. انا هي مش قاعد هي اليكوت. ماهيش علاقات شخصيه. العلاقات الحزبيه. ثم ماشي رئيس الحزب والامين العام، ثم رئيس الحزب والامين العام، وثم هيئه سياسيه وثم الكتله. زاد مكونات من مكونات الحزب. هذه قلت لك هم مكونات. ما قلناش لا. ما قلتلكش تتجسس عليهم. انت تحط. نحب نتاكد من معلومه انا موجوده في الكواليس. يمكن ثنائي مع شكون نتاكد؟ حد من تحيه تونس؟ هاني جايك لا سياسيا. هاني جايك سياسيا. سياسيا اذا كان عنده خلاف ثنائي والله لا يعنينا حاجه. ليه ماهوش ثنائي؟ انا نجاوب فيها. ليه ماهوش ثنائي؟ خليني نجاوب. انا نحكي لك سياسيا. هات فين شنو؟ سمعت ثم خلاف. هل هناك اختلاف بين تصورات الامانه العامه وتصورات رئاسة الحزب؟ هاني شيك حتى. وتصورات رئاسة الكتلة. هاني شيك. أنت زاد منهم. احنا عندنا مش رئاسة الكتلة بركة، احنا جميع أعضاء الكتلة. شفت السيدة عبير قالت احنا معناها ما احناش بالقيود نسيروا في جماعة. عندنا برشا من جماعتنا مشاو لاعتصام السيدة عبير الحر وأيدوا وساندوا وعبروا على مواقف واجتهادات اللي ما نرضوهاش. احنا ما لقيناش الوقت باش نناقشوا باش نتخالفوا، معناها احنا مش نتخالفوا نهار طلع باش نطرحوا التقييم. التقييم اجل. اذا كان مش يقع خلاف التقييم هو اللي باش يفرز التصورات. اذا كان انطلاقا من التقييم المساله نتاع التقييم اجلت. لحد الان فيما هو ننشط فيه معناها فيما نفعله الان ناكد لك اللي ما عندناش خلافات واضحة على الأقل. على الأقل واضحة. ما عندناش خلافات واضحة. في انتظار أنه
نهار تلنا نعمل التقييم احنا تأجلت وسيد رئيس الحزب في اتصال معاه النهارين التالي قدم طلب للحكومة على أن أيضا تسمح لنا باش نحلوا المقرات. تعرف لا احنا معنا مطالبين المقرات ممنوع علينا الاجتماع فبني أنه سيد رئيس الحزب طالب يقبلوا لكم 50% بركة مش مشكل نجم نقاو كيما المجلس فبني 50% حضور 50% بالتلي فيديو نجموا فبني أفضل. الانتباه اللي عندنا مصطفى هو أنه تحية تونس هو حزب أنشئ ليكون حزب حكم ووضعه اليوم بعد الانتخابات اللي خليته مشارك في الحكم لكن مشاركة رمزية وضعه اليوم خليه أنه فما تململ و ما نقولش سيدي مش أزمة أما ترهويجة داخل الحزب اليوم اللي القاعدة اللي تبني عليها ما هيش هي واقعه اليوم. هذايا موجود وهذايا مش هذايا بركة هذايا موجود مش هذا فقط كان تم زوز رؤى في مسألة بناء الحزب مش المجال أنا باش ندخل في التفاصيل حول زوز رؤى وكان ثم وماشي مخفي كان ثم خلاف حاول التصور بناء الحزب لأن ثم شكون يرى أنه حزب تحية تونس كان من المفترض يكون الوريث الشرعي لحزب نداء تونس وترميم التجربة أسس التجربة إلا قام عليها نداء تونس. ثم شكون يرى إلا معناها يلزم نحط كل طاقة الحزب ومقدراته في المعركة الانتخابية وفي الأهداف الآنية. النتائج أعطت عكس ما كنا عكس ما توقعناه ولا خاصة الناس اللي تبنت الأمر هذايا ما توقعوه. هذايا كان عنده انعكاس بالحق سلبي على نفسية المناضلين وعلى نفسية القواعد. هذايا على نفسية القواعد لكن اللي نشوفه احنا نشوفه كان من زاوية واحدة. نيدا تونس القوة نتاعه اللي عنده قواعد وهذا شيء نلمسه أنا ولا تحية تونس ولا نيدا تحية تونس نيدا تونس أنا التور نيدا تونس امتداد اسم يكون امتداد وإصلاح أنا رأيتي هذه منش بتراجع تحية تونس اسم يكون امتداد وإصلاح تجربة نيدا تونس اللي تعثرت وانحرفت كان يعني هذا يا رأيتي قولها مش بخبها هذه هذا كانش نعاود ونكرر تما وخيان ميشطرونيش لازم تجديد كلي أنا ما نؤمنش بالتجديد كلي أنا نؤمن بالتجديد مع الاستمرارية فهمتني. هذا الكل مش يطرح في نطاق التقييم كانوا وجهتين نظر ثم وجهة نظر هي اللي تفوقت في المرحلة اللي سبقت وجهة نظر اللي تفوقت هي وجهة نظر أن نحط كل إمكانياتنا وطاقاتنا في المحطات الانتخابية وما خلتناش نبنيه على قواعد أخرى على قواعد متوسط المدى وطويلة المدى. هذا يا مش نعاودوا نناقشوا في التقييم فني الجو أنا مش أنا نغلط نقول لك مش مؤثر مؤثر نتائج الانتخابات لكنه قوة نيدا تونس أنه معناه له قوة تحية تونس كبير هذا أنا قوة تحية تونس أنه له معناها قواعد نوعية فهمني وعنده إطارات مهمة سياسية وإطارات إدارية مهمة لما يجد طريق التحسين معناها أعطاها مكانتها وحسن توظيفها فإنه بالتأكيد أنه باش يتعافى ويرجع للساحة. بخصوص سيد الأخ سيد أمين العام لا ما نشوفش خلاف ماشي شكلي وجود أنا اللي نشوف فيه من أنشط الوزراء من أنشط الوزراء اليوم ماشي شكل وجود لا قلت تمثيلية الحزب لا هي المشكلة التمثيلية مش كانوا عنا عندنا 15 وزيرة يا مات نيدا تونس والبارز ما مشي وهم على الأقل أغلبية وزراء ما مشي ظاهري القضية معناها التمثيلية احنا لحشنا بالنجاح احنا
السيد سليم العزابي معنا شد قلم مهم جدا وراوه يجتهد فيه اجتهادات كبيره، وكان زار معناها باش يشوف مشروع تنموي كبير في جيت سليانه ثم باش يتحول للباجة. البعض يرى اداؤه الوزاري ممتاز ممتاز جدا، وهذا ماهوش هذا الموضوع. الموضوع هو في علاقه بالحزب، في علاقه بالتواصل نتاع نداء تونس اللي تراه انه تحيا تونس لازم يمثلوا اليوم. البعض يخاف منها برشا، ذا يقول لك التجارب الكل حاولت انها تبنى على الانقاض الفكريه لنداء تونس التاسيسيه خاصه، الكلها ما نجحتش. وتحيا تونس يقولوا انه ايضا عاود غلطه نداء تونس انه يكون حزب يعمل وموجه اساسا للانتخابات ومربوط باسم معين، دونك فما اخطاء قاعده تتعاود. هذاك علاش نسالوا على التعافي. شو سيدي تقول لك؟ معناها لتحيا تونس بوست الكتورال اليوم. كنت انا في نداء تونس للاسف الطبقة السياسية، النخبة السياسية اللي اندمجت في نداء تونس ما كانش يهمها المسائل النظرية. كنت من القلائل اللي النهارده اللي مش الاجتماع نتاع الفقيد الرئيس استاذ باشق السبي الى نسمع عنده خطب مرجعية. للاسف الشديد الطموح و الواحد والاهداف الشخصيه خلات الناس ما تتبعش وما تسمعش. عنده ارث نظري كبير ياسر، لو نرجعوا له ندرسوه ونعملوه ماهوش انقاذ. الارث هذا مازال محفوظ ومازال موجود. العباد اللي شاركت فيه، انا مش نحكي، انا مش نعيدوا تجربه نداء تونس بالشكل اللي وقت اللي انحرف به، وقت اللي انحرف ودخلت صراع المجموعات واللوبيات ودخل وقع اختراق ومن منا هبة ودبة فبني بصفة مقصودة أو غير مقصودة. أنا الأسس اللي قام عليها هي البناء على الإرث الدولة الوطنية والحركة التقدمية واحتضان مطالب الثورة ومعناها تجاوز مخلفات الديكتاتورية ومخلفات التعثرات. هذه هي الفكرة الأساسية، وقام على التركيب على أنه احتواء الطاقات التونسية من نظرية الأربعة روافد. لا برشا ناس وقعها. هذه أيضا تحيا تونس وقت التأسيس قلت لنا أنه فما الروافد. هذه نظرية الروافد لو قعد تخلي عليها ما نجحت التجارب الأخرى، لأن تخليت على المسألتين، لأن ما ربطتش الإرث التقدمي للدولة، إرث الحركة الوطنية التقدمية بالثورة. أنا ثم نوع متاع قطيع اتجاه نحو القطيع. والمسألة الثانية على أن التوليفة الجديدة الحزبية الجديدة ما خذتش إفرازات الساحة التونسية، معناها اللي عبر مخاضات طويلة، معناها من نخب جامعية، من نقابيين، من سياسيين. هذه هي الفكرة قامت عليها، ما نجحتش الفكرة. قلت لك نظرا أولا لضعف الإرادة وتغلب النزعات الشخصية، ثم ما نجحتش للاختراقات اللي تمت من طرف بعض الأطراف ومن طرف أيضا بعض ناس اللي معناها دخلوا واللي عمدا حطموا التجربة. ويلزم نقروا أنه مسألة الروافد هذه راهو مسألة صعيبة، مسألة صعيبة في الثقافة، في الثقافة التونسية، سواء مع النداء ولا مع غير النداء. ما نجحتش الروافد، ما نجحتش حتى في الجبهة الشعبية، ما نجحتش في النداء. لا الجبهة الشعبية حاجة، لا معناها سفيان نخدم نجم لك انتوما في الواحد. حتى مثلا مبروك كرشيد يبدو نشاز اليوم داخل تحيا تونس. لا مش يبدو نشاز، عنده طريقة أسلوب خاص بيه. أما الكلام اللي يقول فيه ثم الكثيرين يقولوه داخل الحزب، لربما ما يقولوش شيء أنا على نطاق علني على نطاق عام، أما في وسط الفضاءات الحزبية قادرين يقولوا فيه. وهي التمييز مع مواقف حركة النهضة، هذا المطلوب اليوم أظن من عند السيد مبروك كرشيد. هو التمييز مع حسب الأهداف والمبادئ اللي نقوموا عليها، ومن خلال هذيك نحدوا. احنا ما نجمش نبنيو حزب، ما نجمش نبنيو حزب انا نحطوا الهدف نتاعنا ونقمروا بحركه النهضه. كل التيارات اللي تحمل افكار رجعيه واللي تحمل مشروع رجعي تحمل فكر فاشي ما عندناش علاش نلتقي معاه. معناها اليوم نجموا نقولوا انه تحيا تونس عندها فرصه، ربما تكون الفرصه الاخيره. هذه فرصه الكورونا الفسحة هذه باش أنها تخمم في حاجتين، في هيكلتها وفي خطها السياسي
في ضوء نتائج الانتخابات اللي ما يلزمش نغفلوا عليها لانه هذاك هو الواقع. ماشي ممكن. فهمت؟ دونك اليوم باش نستناو ما بعد الكورونا وما نستناوش برشا. لانه اذا كل قلت لك انا في مستوى قاعدين نعملوا فيه سوريا. لكن واضح واضح التقييم نستناو التقييم نستناوه. لا هو التقييم معنا احنا انا قلت لك تاجل احنا كنا مش نخصوا ندوه وطنيه مش نجمعوا فيها كل الفعاليات. فهمتك. للاسف للاسف في شهر مارس كان تقريبا شهر مارس بدايه شهر اما التقييم هو اللي باش يعطينا فكره على الخط السياسي هذا هو لتحيا تونس في المستقبل. هذا هو وسيكون في ندوه وطنيه المبرمج واضح. شكرا لك سيد مصطفى بن احمد رئيس كتلة تحية تونس يعطيك الصحة. فاصل صغير وباش نمشيو الى موضوع اخر موضوع الديوانة باش نستقبلوا محمد بزيني رئيس نقابة اعوان الديوانة.